خدتش في العبار ما عملتش جلسات اكتر. والتربه كانت بتاعت تربه عدوانيه، كلمه تربه عدوانيه يعني معناها تربه بتحتوي على اسم ايه؟ املاح او كبريتات عاليه. فالتربه اللي تحتوي على املاح او كبريتات عاليه بتهاجم الخرسانه، بحيث الكبريتات اللي هي في المياه الجوفيه بتتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم جوه الخرسانه. نتيجه هذا التفاعل بتكون كبريتات الكالسيوم ويسبب نتيجة هذا التفاعل تشليخ وتفتت في الغطاء الخرسانة. كبريتات لما بتهاجم الخرسانة الشلوخ اللي بتنتج عنها بيبقى عبارة عن شلوخ تشليخ في الخرسانة مع تفتت في الايه يا جماعة؟ في الغطاء الخرسانة. في شلوخ الانكماش الجفاف أو شلوخ الانكماش اللبن أو الشلوخ السرطانية ما كانش مصحوب بايه يا جماعة؟ بتفتت في الغطاء الخرسانة. وتبقى تفتت فقط في الغطاء الخرسانة. ليه واحد يجي يسألني طب الله لو فرض كان عندي تحميل على عمود، تحميل على عمود عند ايه؟ عند اتصال هذا العمود بالقاعدة الخرسانية. كانت هيحدث ايه يا جماعة؟ شروخ وتفتت في الايه؟ في الغطاء الخرساني، بس هتجد الشروخ في هذه الحالة ايه يا جماعة؟ نافذة داخلة جوه الايه؟ الخرسانة واصلة معدية حديد تسبيح. ولكن في شروخ الكيميائية بيبقى مصحوبة عبارة عن تفتت في الغطاء الخرساني بيبقى ايه؟ على السطح فقط. بنقول الشروخ دي اللي هي ناتجة عن المواد الكيميائية او الكبريتات بالذات بقدر اتجنبها بالاحتياطات التالية. واحد، ان انا اقلل نسبة المية للاسمنت. اثنين، لو فرض انت راجل مهندس وما عندكش اسمنت مقاوم للكبريتات، وانت عاده في المنشأ الخرساني بتستخدم 7 شكاير المنشأ العادي، طيب وجدت الخرسانه بتاعت هذا المنشأ هتهاجم بالكبريتات، يبقى في الحاله ديت ازود عدد الشكاير من 7 شكاير ل8 شكاير، ازود كميه الاسمنت. لو فرض ان نسبه الكبريتات في التربه عاليه قوي عاليه قوي، يبقى في هذه الحاله هقلل ميه الخلط، هزود كميه الاسمنت وهستخدم اسمنت مقاوم للكبريتات. رابع حاجه اللي خدتها معايا في المحاضرات اللي فاتت ان العزل الجيد لهذه المنشات او لهذه الاساسات. يبقى المواد الكيميائيه زي الكبريتات وجودها في التربه بيؤدي الى حدوث شروخ وتفتيت في الغطاء الخرسان. خلاص؟ ادي شكل الشروخ. واحد يجي يقول لي طب من ضمن ادي الشروخ بتاعت الكبريتات الاحماض، هي الاحماض بتعمل ايه؟ تقول لي طب الاحماض ديت ايه؟ الاحماض دي هتفيد. لو فرض انت عندك مصنع من المصانع بتاع الاغذيه او السكريات، عندك اذا جبت لك سؤال قلت لك ارضيه مسلحه، بلاطه مسلحه بتاعت ارضيه، وعاوز تحميها من الاحماض او السكريات اللي بتسقط عن ايه؟ على الارضيه، فبتعمل ايه؟ بتعمل عمليه تبليط جيد بالمخ، تبليط جيد للارضيات، او تعمل ايه تاني؟ تدهن الارضيات ديت زي ما هتاخدها معايا ان شاء الله بمواد ايبوكسيه تحميها من ايه؟ هذه الاحماض. خلاص؟ بعد ما اتكلمت على الكبريتات اخر حاجه من ضمن الشروخ الكيميائيه اللي هي شروخ صدى حديد تسليخ، صدى حديد تسليخ. لو جيت قلت لك صدى حديد تسليح عندك في الكتاب صفحة 18، شروخ صدى حديد تسليح هي عبارة عن بسميها أو صدى حديد تسليح هي ظاهرة كهروكيميائية، كهروكيميائية، يعني داخل فيها الكهرباء وداخل فيها الكيمياء. لا بس عاوزك تعرفها كعنوان. بحيث لما بيحدث صدى حديد تسليح وبيحدث بسبب إيه يا جماعة؟ بسبب وصول مية أو رطوبة وهواء وأكسجين لسيخ الحديد. لما بيوصل هواء اللي هو اكسجين وميه
حديد تسليح تحدث تفاعلات مش عاوز اعرفها بحيث يتكون اكسيد الحديد. الحديد يتقلب من حديد لاكسيد حديد. اكسيد الحديد ده حجمه اكبر من ايه؟ من الحديد. فبينطر الغطاء الخرساني هو حديد تسليح. تكون اكسيد الحديد اللي حجمه اكبر من الحديد يعمل ايه يا جماعه؟ يعني انه ينطر الغطاء الخرساني او يبقى مبين او مبقع على الحديد، مطبع على الايه؟ حديد التسليح. كل المحاضره انا بخاف منك انت بتنام. صح يعني؟ طيب. فبالنسبه لحديد التسليح لما بيزيد حجمه بيتقلب لايه؟ بتحدث ايه على السقف؟ تجي تقول لك الحديد التسليح طوس، طوس يعني ايه؟ تحول لونه لون بني. فبنقول حصل صدع في التسليح. في حاجه كلمه بتسموها في السوق اسمها بارومه. يقول لك الحديد حصل فيه بارومه. ايه هي البارومه؟ هي تعتبر حاله متاخره من الصدع. بحيث تجد ان السيخ اللي قطره 16 مللي بقى قطره على سبيل المثال 12 مللي، يعني معناها القطر بتاع الحديد ايه يا جماعه؟ قل. فدي يعني معناها حصل تآكل في قطر الحديد او في المساحه بتاعت الحديد. فبنقول عليها ديت ايه؟ بارومه. طب انا كراجل مهندس، شروخ صدى حديد تسليح، شروخ صدى حديد تسليح، لو فرض عندي بطنين كامل وحصل في الحديد السفلي حديد تسليح، شكل الشروخ ده بتبقى ايه يا جماعه؟ شروخ طوليه في اتجاه الايه؟ الاسياخ. طب لو فرض عندك كاميرا خرسانيه، عندك كاميرا ايه؟ خرسانيه، وحصلت شروخ في الكنات اللي هي حوالين لفه حوالين الكاميرا، الشروخ ده بتبقى شكلها ايه يا جماعه؟ بتبقى شروخ في الاتجاه الراسي العمودي على الايه يا جماعه؟ على الخيط. سوري، عمودي على السقف. شروخ بتبقى عباره عن راسيه في عند الكنات، بتبقى عموديه على السقف. واحد يجي يقول لي الله، طب اميز هذه الشروخ عن شروخ القماش الجفاف اللي انت قاعد بتقولها لنا من شويه. الشروخ اللي هي ناتجه عن حديد التسليح خصوصا في الكنات الجانبيه بتاعت الكاميرا تبقى شروخ منتظم في اتجاه، بنحط الكنات كل 20 سم يبقى تثبت ايه؟ الشروخ كل 20 سم. بينما شروخ القماش الجفاف غير منتظم او المسافات غير متساويه، مسافات ايه؟ غير متساويه. ده الفرق بين شروخ القماش الجفاف وشروخ ايه يا جماعه؟ صابع حديد تسليح. انت كراجل مهندس، كراجل مهندس ايه اللي يجب ان تحتاط له او تراعيه عشان تتجنب حدوث شروخ صابع حديد تسليح او حدوث صابع حديد تسليح لاي منشأ خرساني؟ أول حاجة بتزود الغطاء الخرساني فوق حديد تسليح. تزود إيه؟ الغطاء الخرساني فوق حديد تسليح. اتنين، إنك بتزود أو بتقلل منفذية الخرسانة عن طريق الدمج الجيد عشان تمنع وصول إيه يا جماعة؟ الهواء والرطوبة لحديد تسليح. تلاتة، انك تستخدم حديد مشرشر بدل حديد املس. حديد مشرشر بدل حديد املس. اربعه، تستخدم اضافات او مواد ايبوكسيه بحيث انك تدهن الحديد بتاعك عشان تحميه من الصدمه، خصوصا في المناطق الساحليه. المناطق ايه؟ الساحليه. هذه الاحتياطات التي يجب ان تراعى او تتبع لتقليل من ايه يا جماعه؟ من صدى حديد التسليح. انت بتصورني ونايم؟ انا مش نايم والله. والله بتنام. انا حتى قلت ايه؟ انام زيك، واخد بالك؟ شفت نايمين مع بعض، واخد بالك؟ مش كده نايم؟ لا، انا عاوز اصورك انت. طيب بالنسبه اتكلمنا على الشروخ الكيميائيه اللي انا عاوز ملتزم بيها في المحاضرات. بعد كده هنتكلم على الشروخ الحراريه. الشروخ الحراريه ده انا مطلوب منك فرض موجوده في صفحه 21 و22، صفحه 21 و22. بتقول الشروخ الحراريه نتيجه اختلاف معامل التبدل الحراري خرسانه. لو اتكلمنا على الخرسانه ممكن نتيجه اختلاف معامل التبدل الحراري بتاع مكونات الخرسانه اللي هي العجينه الاسمنتيه،
مع الركام تنتج شروخ. ولكن انا هضرب مثال في الحياه العمليه لاختلاف معامله تمدد الحلال بتاع مادتين. ايه هما المادتين؟ الخرسانه والطوب. وبصوا لو فرض عندي سقف منتهي، سقف منتهي ومعرض بتاع، وهذه تعتبر واجهه بتاع العماره يعني معرضه لاشعه الشمس المباشره، او في ساعات بتلاقوها في البلكونات بين اعلى البلاطه الخرسانيه واسفل الدرو، يعني عباره عن خط بالمنظر ده. هتجد في الرسم الفوقاني ده عباره عن خط بنسميه فاصل بين مباني الطوب وبين بطنيه الكاميرا، والرسم اللي تحت فاصل راسي يحدث في السقف دايما المنتهي بين عمود خرساني في الواجهه بتاعت مبنى وبين ايه؟ مباني الوجه. نتيجة ايه يا جماعة؟ نتيجة اختلاف معامل التمدد الحراري بين الطوب وبين الخرسانة. يبقى لما تظهر لك شروخ بهذا المنظر واسألك عليها ايه؟ تقول لي ديت شروخ نتيجة اختلاف معامل التمدد الحراري بين الطوب وبين ايه؟ الخرسانة. عشان تتعالج ازاي او تتعمل ازاي او الاحتياطات اللي بنراعيها هقولها لك بعدين. ولكن اعرف ان الشروخ الحرارية نتيجة اختلاف معامل التمدد الحراري، هذه الشروخ اذا كان عندي سقف منتهي ودي وجه، فهتجد بين بطنيه الكاميرا وبين المباني اللي تحت منها بتظهر فاصل، حصل فاصل نتيجه اختلاف معامل التمدد الحراري بين الطوب وبين الخرسانه. لو فرض عندي بردك وجه وبين عمود خرساني وبين طوب، بردك بيظهر ايه؟ شرخ او فاصل راسي. دي نتيجه اختلاف معامل التمدد الحراري للطوب والخرسانة. الطوب والخرسانة. دي اللي عايزك تعرفه فقط. بالك طريقه العلاج هقولها لك ان شاء الله وتبقى حد يفكروا. دكتور اتفضل. شكل الشرخ نفسه بقى راسي او افقي؟ راسي منتظم ولا لا؟ راسي راسي. المقصود يعني منتظم ولا ممكن مثلا واسع فوق وده؟ لا لا لا، هو منتظم. الشرخ منتظم. الجمعة بتتريق عليها، الجمعة اللي ما بيفهمش حاجة بتتريق عليها. طيب الشرخ دوت أنا بس بخاف منه في حاجة. لو فرض عندك دروة بلكونة وحصل الفاصل دوت، أي هزة أرضية ممكن توقع الإيه؟ الدروة دي. أي خصوصا في نعم؟ الدروة اللي هي مباني الطوب بتاع السور. السور بتاع البلكونة. ده بالنسبة للإيه يا جماعة؟ الشروخ الحراريه. بالنسبه في البدايه خمس دقائق فقط هنتكلم عنها بصفه عامه، ان انا اللي بركز عليها في الباب ده بحاجه اللي هو القصور في وضع او رص حديد التسليح، اللي هو بدءا من صفحه ٢٩ لغايه اخر الباب. دايما بيجي لك عاده سؤال في هذا الموضوع، بيجي لك سؤال في هذا الموضوع. مثلا على سبيل المثال احنا بتقول الانسان بالشيوخ الانشائيه يا جماعه حاجات عيوب في التصميم او عيوب في التنفيذ. عيوب في التصميم او عيوب في التنفيذ. فمثلا على سبيل المثال انا بتكلم بقى بصفه عامه واكتبها معايا بسرعه. لو فرض حصل هبوط في الاساسات نتيجه ان انت الاساسات بتاعتك التصميم بتاع الاساسات ما عملتش جسات ارض، ما عملتش ايه؟ جسات ارض، بحيث حصل والتربه كانت ضعيفه، حصل ايه؟ وفي جزء قوي حصل هبوط في الاساسات. الشروخ بتاعت الاساسات دايما عاده يا جماعه بتبقى مايل، يعني انت اذا دخلت في بلد ولقيت شرخ نافذ ومايل حط ايدك على قلبك واخد بالك واعرف ان ايه؟ التكلفه بتاعت يعني
عشان تصلح هذا الشرف، وخصوصا اذا كان شرف مستمر يعني معناها فيه ايه؟ خطر على العمارة. اي شرخ ميت تشوفه واخد بالك وتيجي الشرخ ده بيتسع، هتيجي تقول لي بيتسع ازاي؟ بنقول للناس حطوا يعني ايه؟ تابعوا الشرخ ده باتساعه بطريقه معينه مش عليك، هتعرفها ان شاء الله بعد ما تتخرج. خلاص؟ فالشرخ المايل اللي هو بيبقى مايل بزاويه 45 درجه هو بيبقى مايل دايما عاده في اتجاه الايه؟ الهبوط او اتجاه السيتلمنت بتاعت الايه؟ المبنى. بيبقى شرخ ايه؟ مايل ونافذ، ده اللي تخاف منه خصوصا اذا كان ايه؟ بيلعب معايا مستمر. يعني ايه مستمر ده؟ مستمر يعني بيتسع. خلاص؟ وبيسهر في الحوايط، والاخطر كمان اذا كانت العناصر الاشياء ضعيفه بيسهر في الايه؟ في العمدان. خلاص؟ بيبقى مايل دابح الايه؟ العماره. وتلاقيه متكرر في الادوار المختلفه، وبيتكرر في الادوار اللي مختلفه في نفس المكان. الحاجه الثانيه، لو فرض في التنفيذ بتاعك سرقت في الحديد، سرقت في الايه؟ او في التصميم بتاعك صممت الكاميرا الخرسانيه بتاعتك ايه؟ بطريقه خاطئه، بحيث مثلا على سبيل المثال اضرب لكم مثال، في صفحه 37 الشكل اللي فوق خالص، 37 في الشكل اللي فوق خالص عندك كاميرا خرسانيه اللي خدتوها السنه اللي فاتت في هنا، كاميرا خرسانيه. الكاميرا الخرسانيه ديت كان حديد التسليح بتاعها غير كافي، حديد التسليح ايه؟ غير كافي، او الراجل وهو بيحط حديد تسليح سرق حديد تسليح. هيتولد في الكاميرا اللي هي البسيطه ديت بين المومنت عباره عن دبل الاسكولت على كام يا جماعه؟ 8. دبل الاسكولت على 8 ديت بتلاقيها موجوده فين؟ في النص. متولده فين؟ في النص. احنا دايما بنرسم البند المومنت، علموكم البند المومنت نرسمه ناحيه ايه؟ ناحيه حاجه اسمها التنشن سايد، ناحيه الايه؟ دايما بترسم البند المومنت ناحيه كام؟ تنشن سايد. لو فرض عندك كابولي، الكابولي او الكانتليفر، البند المومنت فين؟ فوق. يبقى ناحيه التنشن سايد فين؟ فوق. يعني معناها لو فرض عندك كابولي والقطاع بتاعه مستطيل بالمنظر ده، هاخد خط في المنتصف، الجزء الفوقاني هو اللي هيبقى المنطقه المعرضه للتنشن، والجزء المعرضه لايه؟ كومبريشن. او الامارة تانية، انت بترسم دايما عزوم الانحناء في اتجاه اللي يا جماعه؟ التنشن سايد. في الكابولي التنشن سايد فين؟ فوق. ما تنطقوا يا اللي اهو. فوق ولا تحت؟ طيب يبقى احنا بنحط حديد تسليح فين؟ فوق. اذا حديد التسليح دوت اذا كان التصميم بتاعنا غلط، حطيته بعدد غير كافي، او اثناء التنفيذ حصل خطا، وهقول لك اثناء التنفيذ بيحصل خطا ازاي. حديد التسليح دوت هبط، يبقى اصبحت المنطقه ديت ايه؟ من غير حديد تسليح، وهتسهر الشروخ فين يا جماعه؟ فوق. تعال نبص الكيس بتاعتي، لو فرض حديد تسليح في كاميرا بسيطه وحديد التسليح كان غير كافي، هيظهر الشرخ زي ما انتم شايفين في المنتصف بيبقى متسع من اسفل ويضيق كلما اتجهنا الى الاعلى، بيبقى شرخ نافذ. شرخ نافذ. واحد يجي يسالني يقول الله، طب الشرخ اللي بيحدث في الكابولي نتيجه سوء التنفيذ اللي بيحدث فوق، واخد بالك؟ نتيجه ان الحديد التسليح اتحرك من مكانه. انا دايما عاده في الكوابيل محتاج ان انا احط تسليح ايه يا جماعه؟ علوي. هل احط تسليح علوي كده في الهواء مش لازم حاجه تحت منه؟ فبنحط اللي علمته لكم الكراسي. فرضا الكراسي ديت كانت ايه؟ عددها غير كافي. او جيت قلت للمقاول حط لي فاي 12 او فاي 16، حط لي فاي 10 او فاي 8. ايه اللي بيحصل؟ لما بتيجي تمشي